قال: ولي أبي داود عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. وذكر الحديث. صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعلم الأمور المهمة يلقيها بطريق السؤال، بطريق السؤال ثم يجيب عليه الصلاة والسلام، لأن هذا من وسائل التعليم والتبليغ، سؤال ثم جواب. نعم. وذكر الحديث قال فيه: كيف أنت إذا أخذت الناس موت؟ نعم. تكون البيت فيه بالوصيف. نعم. يعني القبر. قلت: الله ورسوله أعلم. أو قال: ما يختار الله لي ورسوله. نعم. قال: عليك بالصبر. أي نعم. إذا نزل المرض، نزلت العوبئة بالناس، وهذا يحصل، فالعلاج مطلوب إذا كان هناك علاج. ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، العلاج مطلوب. إذا كان العلاج ما يجدي، عليك بالصبر، عليك بالصبر، ولا تجزع عند حدوث هذا، عليك بالصبر، ويختار الله لك ما يشاء. نعم. أو قال: تصبر. اصبر. نعم. ثم قال لي: يا أبا ذر. هذه واحدة راحت. نعم. ثانية: قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم؟ أحجار الزيت، أحجار في المدينة، أحجار على طرف المدينة يسمونها أحجار الزيت، لأن كان يباع عندها الزيت، يباع عندها الزيت، سموها أحجار الزيت. نعم. قلت: ما يختار الله لي ورسوله؟ قال: عليك بمن أنت منه. نعم. هذا والله أعلم حصل في وقعة المدينة في وقت يزيد بن معاوية، لما خرجوا عليه غزا المدينة، وقعة الحرة المشهورة، وقتل قائد يزيد من أهل المدينة مقتلة عظيمة، مقتلة عظيمة. لعل هذا هو الذي قصده الرسول صلى الله عليه وسلم. أمر أبا ذر عند هذا أنه ما يدخل في الفتنة، ما يدخل في هذه الفتنة، لأنها بين المسلمين. وعمل بهذا ابن عمر رضي الله عنه، جمع أولاده وكسر سيفه وأمرهم ألا يدخلوا في هذه الفتنة. نعم. فإذا كان قتال بين المسلمين، إما أن تصلح بينهم إن استطعت، وإما أن لا تدخل فيها، تزيد الشر شراً، تدخل فيها بالسيف أو بلسانك. نعم. لاحظوا، اللسان أشد. نعم. قلت: يا رسول الله، أفلا آخذ سيفي فأضعه شوف على عاتقي؟ قال: شاركت القوم إذن. إيه، إذا أخذت سيفك ودخلت فيها شاركت القوم في القتل، قتل المسلمين بعضهم من بعض، لا تأخذ سيفك. نعم. قال: قلت: فماذا تأمرني؟ قال: تلزم بيتك. تلزم بيتك، لا تخرج، تسلم من الناس ويسلمون منك الناس، وهذا يقلل الفتنة. إذا لم تستطع منع الفتنة، على الأقل خففها. إذا هذه قاعدة، إذا لم تستطع إزالة الشر، على الأقل خففه. إذا لم تستطع إزالته ولا تخفيفه، ابتعد عنه. نعم. قلت: فإن دخل علي بيتي. هذا قضية الصائل، إذا دخل عليك بيتك انتبهوا، هل تقتله؟ إن كان في وقت فتنة فلا تقتله، ولو قتلك لا تقتله، لأن هذا يزيد الفتنة. أما إذا كان ما هو وقت فتنة، دخل عليك صائل، اقتله،
دفع الصائل ادفعه بالكلام بالضرب إذا لم يندفع إلا بقتله اقتله. هذا في غير الفتنة، الناس آمنين، دخل عليك لص، دخل عليك لص أو خاين، فهذا تدفعه بأسهل الدفع، فإذا لم يمتنع فلا يمنع من قتله دفعا لشره. أما في الفتنة لا تقتل الداخل عليك، مثل ما أن عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد لما دخلوا عليه أمسك عن القتل، وأمر من حوله أن يمسكوا عن القتل. هذا الفقه في الدين، لأن هذا يزيد الفتنة إذا انتهى الأمر بقتل شهيدا رضي الله عنه. مثل ابني آدم لما قال لا أقتلنك، قال له أخوه لا أقتلنك، ما قال أخذ السيف وقال أنا اللي أقتلك، لا، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين والعياذ بالله. فإذا كان الوقت وقت فتنة فلا تدافع عن نفسك، لأن هذا يزيد الفتنة. إذا كنت ما تدافع عن نفسك فكيف تدخل أنت في الفتنة؟ من باب أولى. نعم. قال قلت فإن دخل علي بيتي، قال فإن، هذا في وقت الفتنة يعني. نعم. قال فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف، يبهرك، فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألقي ثوبك على وجهك، يعني استسلم، لأن قتلك إياه ما هو مفيد شيء، ولا هو كاف من الشر، يبي يزيد الشر شر. نعم. يبوء بإثمك وإثمه، هذا كما في الآية، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك وتكون من أصحاب النار. نعم. فالدفاع عن النفس في الفتنة لا يجوز، إذا كان الدفاع لا يجوز فكيف بالبداية أنك تبدأ أنت؟ لا يجوز، لأنه يزيد الفتنة فتنة. وخذوا قصة عثمان رضي الله عنه تماما. أما إذا كان الوقت آمن، وقت أمان، دخل عليك لص معتدي، فأنت تدفعه بالأسهل فالأسهل، إذا لم يندفع إلا بقتله تقتله. نعم. قال رحمه الله تعالى: زاد ابن ماجه كيف أنت وجوائح تصيب زاد الناس. زاد ابن ماجه فيها حديث أبي ذر رضي الله، رواية يعني. نعم. زاد ابن ماجه كيف أنت وجوائح تصيب الناس حتى تأتي مسجدك فلا تستطيع أن ترجع إلى فراشك، ولا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. أو قال: يختار الله لي ورسوله. قال: عليك بالعفة. عليك بالعفة. بالعفة. إذا زادت الفتنة صار ما تستطيع تطلع تصلي في المسجد، لا حول ولا قوة إلا بالله، أو إذا طلعت ما تستطيع ترجع لبيتك من الفتنة، وش تسوي؟ عليك بالعفة عن الدم، تعفف عن الدم، فإذا قتلوك فأنت شهيد، إذا قتلوك فأنت شهيد. نعم.